سي عبد الوالي هذه لابيسين كان داروا اربع فاطمات حنا ما خصناش نعوموا خصنا نركضوا كي نتوما تقمعوا علينا هذه لابيسين ماشي حاجه حنايا هذه راه هنا تحت لو كان تبعت واحد منهم هذو ما يشوفها يقول لك كورونا هنا الكورونا راه عندنا مراش سامحني الأوبية تاع العالم ما يحكمش سامحني الأوبية كاع رايك عندنا هنا ما لاحظتوا خيرت بلدية دار ولاية دار البيضاء نظرا لعدد البلديات و يعني الإقليم اللي هو جدو هام اللي فيه تقريب 970 ألف مواطن سبع بلديات الخرجة الميدانية تاعنا اليوم مست أول دخول مدرسي بعد نكمل كل إجراءات بعد نحضر أحسن دخول مدرسي نكون يعني في حسن يعني ظن أولياء التلاميذ وين لاحظتم يعني مؤسسات تقريبا نقولوا موجودة إلا ثانوية الأخرى ذيك اللي غير ممكن توجد ولكن كانت عندنا فرصة بيكون عندنا احتكاك مع المواطن بما يخص الساكن انشغال الساكن باش ناكدوا لهم نعطيهم أكثر اطمئنان أن كل هو البرنامج اللي كان مسطر للترحيل هو قائم ما كانش رجوع في هذا القرار ولكن بنزين نذكر اللي راه ما كيسنوا في السكن الاجتماعي راح تكون عندهم الحصه وراح نحترموها ولكن هذه كل ترجع يعني الاستلام تاع المشاريع راح تكون عندنا وراح نطلقها في اقرب وقت.